بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الجزء الرابع من الشابتر الثاني بعنوان Drawing Perpendicular Lines، رسم الخطوط العمودية، سوف نحاول الإجابة على السؤال الأول: How to draw the line perpendicular to a given line at a given point on the line. يعني إيه؟ هنا عندنا خط وعندنا نقطة موجودة على الخط، عايزين نرسم الخط العمودي اللي يمر على النقطة C بطرق مختلفة. هنا هنشرح الطريقة الأولى اللي هي إيه؟ اللي هي Revolved or Revolve Method. في الطريقة هذه هناخد المثلث ونضعه تحت الخط الأول، بعدها نجيب المثلث الثاني ونضعه تحت المثلث الأول، والخطوة الثالثة نشيل المثلث الأول ونعمل له إيه؟ لفة، عشان تيجي الزاوية العمودية اللي هي زاوية 90 درجة مع المثلث الثاني، وكده ممكن نرسم الخط العمودي بتاعنا بكل بساطة على الخط الأول ويمر على النقطة C. دي تسمى revolve method. في طريقة ثانية عشان نرسم الخط العمودي على خط اللي هو معطى ويمر على النقطة C اللي هي نقطة on the line، هذه الطريقة اسمها adjacent sides method. في هذه الطريقة هنجيب المثلث ونضعه تحت الخط بتاعنا، بعدها هنجيب المثلث الثاني ونضعه تحت المثلث الأول، ده المثلث الثاني بتاعنا. الخطوة الثالثة بكل بساطة نزيح المثلث إلى النقطة C، وبعدها نرسم الخط بتاعنا اللي هو الخط العمودي على النقطة C. هنا هنستعمل الكمباس، الفرجار، using compass عشان نرسم نفس الطريقة خط العمودي على خط معطى ويمر على نقطة موجودة on the line، النقطة C. هنا هناخد الفرجار ونفتحه فتحة R1 ونركز في النقطة C ونرسم القوس بتاعنا ده. القوس ده هيعطينا نقطتين تقاطع مع الخط، نقطة A والنقطة B. الخطوة الثانية هنفتح الفرجار فتحة R2، وده شرط، لازم يكون أكبر من R1، يعني لو كان R1 يساوي 10 سنتيمتر لازم تكون R2 أكبر من 10 سنتيمتر، ونرسم القوس بتاعنا ده. بنفس الفتحة هنروح للنقطة B ونرسم القوس الثاني، وكده تحصلنا على على نقطة تقاطع، دي نقطة تقاطع هنسميها D. وبكل بساطة الآن نجيب المسطرة ونوصل النقطة دي بالنقطة C. دي طريقة الفرجار عشان نرسم خط عمودي على خط ثاني بيمر على نقطة موجودة على الخط بتاعنا. هنا هنحاول نرسم أو نجاوب على السؤال الثاني: How to draw the line perpendicular to a given line from a point not on the line. يعني هنا عندنا خط كمعطى وعندنا نقطة برا الخط، عايزين نرسم الخط العمودي اللي يمر على النقطة C وعمودي الخط بتاعنا اللي هو المعطى. هنا كمان في طرق مختلفة، هنبدأ بالطريقة الأولى اللي هي adjacent sides method. هنجيب المثلث بتاعنا ونضعه تحت الخط، وبعدها نجيب المثلث الثاني ونضعه تحت المثلث الأول، بعدها نزيح المثلث الأول إلى النقطة C، وكده ممكن نرسم الخط العمودي بتاعنا.
دي طريقة سهلة عشان نرسم الخط العمودي اللي يمر على النقطة C. في طريقة ثانية اللي هي ايه؟ اللي هي الكمباس الفرجار. النقطة دائما هي برا الخط، وعايزين نرسم الخط ايه؟ العمودي. هنجيب الفرجار ونفتحه فتحة R1، بحيث لو رسمنا الجزء بتاعنا نتحصل على ايه؟ على نقطتين تقاطع مع الخط اللي هو كمعطى ال A وال B. بعد ما رسمنا الجزء بتاعنا وتحصلنا على النقطة A والنقطة B، نفتح الفرجار فتحة R2 ونروح نركز في النقطة A ونرسم ايه؟ الجزء بتاعنا. بنفس الفتحة R2 نروح للنقطة B ونرسم الجزء الثاني، وكده تحصلنا على ايه؟ على نقطة تقاطع، هنسميها D. بعدها بكل بساطة نوصل النقطة C بالنقطة D، وكده تحصلنا على الخط العمودي المطلوب.